أي عنوان هذا؟ من أي الأنواع لابد أن نتعامل بها؟ إذا هو على نحو القضية العسكرية، فالقضية العسكرية مو دائما في حالة انسجام. نحن وجدنا الكثير من الأنبياء قد قتلوا، ووجدنا الكثير من الجيوش المؤمنة قد انهزمت في كثير من المواقع، ووجدنا عكس هذه الحالة أن هنالك من الجيوش من ربحت ومن فازت ومن انتصرت. وبالتالي معادلة هذه الليلة معادلة غريبة. هاي مال سالفة شابي غريبة وما شابه ذلك، هذه معادلة ما تنطبق على زينب عليه السلام. المعادلة الحقيقية هي أنه زينب عليها السلام كانت في بداية خضم معركتها مع الظالمين. يعني الآن كأنما ابتدأت المعركة مع الظالمين، الآن ابتدأت الفضيحة لهؤلاء المجرمين، وزينب عليها السلام هي التي تقود هذه المعركة. الحسين سلام الله عليه وضع قواعد هذه المعادلة التي وضع أسسها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضع أسس، الحسين جاء ليكمل تلك الأسس، وزينب جاءت تكمل تلك الأسس، وأنتم تأتون كذلك لتكملوا تلك المعادلة إلى ظهور قائم آل محمد. ولذلك عندما جاء الركب من الشام وصل إلى المدينة، واحدة من الروايات تقول أنه جاء أحدهم سأل الإمام زين العابدين وهو على ناقته، قال يا ابن رسول الله من المنتصر؟ قبل ماكو وسائل إعلام، إعلام ما موجود، فهذا إجا يريد يعرف من المنتصر. الظاهر أنه إنسان ساذج، وكثير من السذج كانوا في ذلك الوقت، حتى من الذين جاءوا للحسين سلام الله عليه قالوا له، هذا واحد يقول له إذا تقدر تروح إلى مثلا نجد، واحد يقول له تذهب إلى اليمن، واحد يقول له أنا أجيب لك السماح. ودائما أهل التاريخ يسمونهم العبادلة الثلاثة، ثلاث أشخاص: عبيد الله عبيد الله عبيد الله، دولي ثلاثتهم إجوا حاولوا بكل الوسائل أنه يضعوا من عزم الحسين سلام الله عليه. الحسين آثر إلا أن ينطلق، فهذا الظاهر من عدهم أو من هيك نوع من الشخصيات ما يقدر شنو معنى الانتصار وشنو معنى الانهزام، لأنه لا يدرك هذه المعادلة، المعادلة الصعبة، المعادلة الثقيلة في الحياة. فعلا الآن جيوش الظلامية والمنافقون، أو المنافقون والجيوش الظلامية اللي من خلفهم في المعادلة العالمية هم المنتصرون، لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون النصر إلمن لثلة من المؤمنين. تشوفهم يقاتلون ساعة بيجي، ساعة ما أدري وين، ساعة بمنطقة ثانية، ساعة في كذا، وكثير من هذه الأماكن اللي الله سبحانه وتعالى رسم لهم روح النصر، حتى ولو كان في بعض الأحيان قد تأخر النصر المادي. فهذا جاء إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله من المنتصر؟ الإمام قال له إذا أذن الأذان سوف تعلم من الذي انتصر. إذا أذن الأذان راح تعرف من المنتصر، هل انتصر يزيد أم انتصر الحسين، هل انتصر محمد أم انتصر أبو سفيان. هذه هي المعادلة الحقيقية. صلوا على محمد. يريد يحاكي القرآن، يريد يتحدث
من خلال هذه المعادلة. الحسين كذلك يريد أن يتحدث من خلال هذه المعادلة. ولذلك هو عندما نزل في كربلاء ماذا كان يقول؟ ألا أنما الدنيا تغيرت وتنكرت وذهب معروفها، ولم يبقى فيها إلا صبابة كصبابة الإناء، ألا ترون إلى الحق لا يعمل فيه وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء ربه، فإني لا أرى العيش إلا لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برمة. وفي مطلع هذه الخطبة كان يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يدورونه ما درت معائشهم، فإن محصوا بالبلاء قل الديانة. التدين كله يضيع، وهو البلاء هو الفاصل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى. نعم، الدمعات اللي اليوم أجريتوها في مقتل الإمام الحسين، هذه المواساة لابد من عدها، لأن مصيبة كبيرة، مصيبة ترتجف منها السماوات والأرض، تبكي لها السماوات والأرض. لكنه في واقع هذه المصيبة تخبئ خلفها نصر عظيم. يجب أن لا نضيع فرصة ذلك النصر. والحسين سلام الله عليه جاء بمعادلات، من هذه المعادلات معادلات حتمية كما يقولون، ومعادلات غير حتمية. من أهم هذه المعادلات، الحسين سلام الله عليه قال هذه الكلمة: من خرج معي فماذا؟ فقد استشهد، ومن لم يلحقني فلم ينل الفتح. واضحة العبارة؟ اللي يخرج معي راح يستشهد، يعني حتمية ماذا؟ حتمية الشهادة. هذه مسألة حتمية، وهنالك حتمية الفتح. وضع حتميتين: الأولى حتمية الشهادة، والثانية حتمية الفتح. لكنه ماذا قال الحسين؟ قال: من خرج معي فسوف يستشهد، ومن لم يلحقني فلا ينال الفتح. الظاهر أكو فتح كبير. اللي يخرج مع الحسين إذن راح نخلص بنقاط. شايفين هذه المعادلات المنطقية: مقدمة وخاتمة وحد أوسط بين المقدمة، بين البداية، بين الكبرى والصغرى. النقطة الأولى أن كل من يخرج مع الحسين سوف يستشهد. النقطة الثانية أنه هنالك فتح مع الحسين سلام الله عليه. النقطة الثالثة أنه من لم يخرج ولم يحصل على الشهادة لم ينل الفتح كذلك. يعني ماذا؟ يعني الخسارة. هذه المعادلة هل فهمها الجميع في زمن الحسين؟ الذين هم أقرب ما يكونوا إلى الحسين سلام الله عليه في المدينة لم يفهموا تلك المعادلة، وإنما فهمت المعادلة فيما بعد، فكانت ردة الفعل ماذا؟ ردة الفعل كذلك سلبية، والانتكاسات كذلك سلبية. يعني أولاً كان هنالك خذلان، وكان هنالك تراجع في مواقع لا بد أن يكون فيها المؤمن. قد أكو مواقع، ثورة التوابين ثورة وكبيرة وتعتبر من الثورات التي قامت في الكوفة بشكل كبير، لكنها إهدار لدماء الناس، يعني عكس الشعار. اللي يخرج في ثورة التوابين سوف يقتل،
كالذي يخرج مع الحسين. لكن الفارق وين؟ أنه هنالك فتح مع الحسين وهنالك خسارة مع هؤلاء، لأنهم لم يعوا الرسالة التي جاء بها الحسين في بداية الأمر، وبذلك انهارت كل هذه النقاط التي جاءت من بعد الحسين والتي لا تفهم معنى قضية الحسين. زينب عليها السلام كانت بهذه القوة أن تفهم المعادلة وأن تخرج مع الحسين. طبعا وللنساء ماذا السبي؟ شاء الله أن يراني قتيلة ويراكن ماذا؟ سبايا. النساء كان دورهن السبي والفتح بعكس الرجال، أو مغايرة للرجال، الرجال الشهادة والفتح والنساء السبي والفتح. فكانت تدرك كل نقطة وكل زاوية في فكر الإمام الحسين، ولذلك كان إلها قيمة في داخل حسين، قيمتها عالية عند الحسين. يقولون كانت إذا دخلت على الحسين في بيته يقف لها الحسين سلام الله عليه مهابة لها، مهابة لزينب، هيك كانت القيمة. وهي فعلا أخذت هذا العنوان وانتقلت به إلى كل المراحل من بعد شهادة الإمام الحسين. يعني ماكو نقطة من النقاط إلا وتجد أن هنالك لمسات لزينب عليها السلام. هذه اللمسات غيرت واقع التاريخ، التاريخ هذا المرير، التاريخ اللي سطر كثير من عناوين الجبن، عناوين المخافة، عناوين التراجع. لكن على العكس من ذلك، هؤلاء أو هذه الثلة استطاعت أن تضع كل نقاط العبور إلى الكرامة. عش في حياتك ما استطعت نبيلة، واترك حديثك للتراث جميلة، ولعزك استرخص حياتك إنها أغلى وإلا غادرتك ذليلة. فالعز مقياس الحياة، وذل من قد عد مقياس الحياة الطولة. هذه الحياة بهذا الشكل كالخيل، إن عرفتك من فرسانها جعلتك تعتقد اللجام فضولا. ما كان للأحرار إلا قدوة، بطل توسد بالطفوف قتيلا، بعثته أسرار الحقائق آية لا تقبل التفسير والتأويل، ما زال يقرأها الزمان معظما من شأنها ويزيدها ترتيلا. تمضي الدهور فلا نرى إلا كفي الدنيا شهيد المكرمات قتيلا. هذه الشهادة العظمى التي جاء بها الحسين سلام الله عليه، من هذا الواعز، من تلك الأرض القفراء الجرداء، من أرض كربلاء تخرج تلك الصرخة، صرخة النصر، من دم الشهادة، من ذلك النجيع، ومن تلك السيوف التي ماذا؟ جعلت مساجدها على ظهري وعلى صدري وعلى كتف وعلى ترقوة الحسين سلام الله عليه، نشأ النصر. إذا فهمنا القرآن بهذه الطريقة، إذا فهمنا الحسين بهذه الطريقة، إذا فهمنا الرسالة بهذه الطريقة، نفهم أين الحسين، وين عنوانه. ولا تهنوا ولا تحزنوا، صلوا على محمد وآل محمد. شيخنا تفضلوا منا. إذا فهمنا أو فهمنا الحسين سلام الله عليه بهذه الطريقة، فالحسين هو عنوان المجد وعنوان الإباء. لا والله يجي واحد يفهم الحسين على أساس سيوف متناثرة من هنا وهناك ورماح وعدد من الجرحى وعدد من القتلى وعدد من الجيش والترسانة وما شابه ذلك، فلا يستطيع أن ينطلق. وإحنا اليوم
بأمس الحاجة إلى أن ننطلق مع القرآن فهما وواقعا وموضوعا. إذا ما نفهم القرآن بالطريقة التي أرادها الحسين، إذا ما نفهم الحسين بالطريقة التي أرادها الحسين، إذا ما نفهم المسيرة بالطريقة التي أرادها الحسين، لا، نحن في حالة خسارة. يعني هذه كلها ما بها فائدة، تصبح عاشوراء لا فائدة بها، وتصبح تلك الدماء لا فائدة بها، وتذهب بدر وحنين وأحد وكل الدماء التي سالت، ومن ضمنها الدماء التي جرت في كربلاء. لكن إذا فهمت القضية موضوعيا بما أراده الحسين، منهجيا بما أراده هو سلام الله عليه، لا، اختلفت المسألة. ولذلك تشوف اللي ساروا على طريق الحسين من بعد الحسين، واللي ساروا على طريقة الذين غدروا الحسين، الكل بقي على منهجه. لماذا؟ لأن الحق والباطل لا يندمجان مع بعضهم البعض، ماكو ائتلاف بين الحق والباطل، إما حق وإما باطل. أما أنه وسطية تجمع بين الحق والباطل، لا يجتمع. الحق منهج، والباطل كذلك طريقة من الطرق. الله سبحانه وتعالى يجتبي من رسله من يشاء، ويختار للأمم الرسل على حسب التقديرات التي تكون عليها تلك الأمم، وتبدي الصراع أو يبتدئ الصراع. فالنوب يبتدي هو يبتدي قضية أخرى، اللي هي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم من؟ طاغوت. الإخراج الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور، الإخراج الذي يريده الطواغيت من النور إلى الظلمات، معادلة معاكسة أو معاكسة جدلية مريرة جدا. في نصف هذه الجدلية وقفت زينب عليها السلام في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الليلة، وهي امرأة. والعرب تعرفون أنه نظرتهم للمرأة، إذا المرئي أصبنا له بنات أخذنا برأسه عنة وعارة، هيك اعتقادهم دائما. المرأة لا شيء، المرأة عار، المرأة يجب أن لا تتحدث، المرأة يجب أن لا تصارع الحياة، المرأة. بينما نحن وجدنا المرأة في كل المواقع. عندما دخلنا إلى الثورة التي قام بها الإمام الخميني في إيران، وجدنا المرأة هي التي تنطلق، وهي التي تدفع الشباب أولادهم إلى أن يكونوا في الصدارة. وعندما دخلنا إلى العراق، وجدنا المرأة كذلك تدفع ولدها إلى أن يستشهد. وعندما جئنا إلى معادلة لبنان، وجدنا كذلك أن المعادلة متساوية الأطراف في كل جانب. وعندما نظرنا إلى معادلة الخيبة، وجدنا أن المرأة هي التي، حتى أنه ماذا كلكم تذكرون، حتى أن المرأة تطارد أخاها وأباها وابنها لتسحبه عن نصرة مسلم ابن عقيل. تذكرون هذه العبارات اللي كانت في ليلة مسلم ابن عقيل؟ بينما زينب عليها السلام تقف بقوة تلك اللبوة في كل المواقع. وتجينا هاي الليلتين إن شاء الله زينب لها الحظوة الكبرى إن شاء الله
في كل المواقع. حتى قبر زينب عليه السلام شامخ إلى الآن. شو قد حاوله؟ بالله فت صلاة مال ليلة العائل 11 يعني فت صلاة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الصراع الذي اختزله التاريخ بكل معاني الاختزال، صراع الحق والباطل، تقوده هذه المرأة في هذه الليلة وتقف على رأسه. إلا أنه في نفس هذا الصراع ما تقدر تهرب عن ماذا؟ عن العاطفة. العاطفة تأخذ الإنسان، والعاطفة ليست انهزام يا أخوتي، العاطفة فعلا ليست بانهزام، وإنما العاطفة حق مشروع. ولذلك الأئمة سلام الله عليهم فتحوا بابا كبير جدا لمواساة الحسين سلام الله عليه وأهل بيته، والروايات جاءت: فليظهر عليك التباكي، قال نشوفك حزين، فتقطر الدمع تسقط من طرف عينك، فتحزن لنرى تلك الشعارات وذلك السواد من حولنا. حتى نعبر نقول نحن حزينون على الحسين سلام الله عليه. بهذه الطريقة نستطيع أن نعطي للرسالة التي أرادها الحسين حقها. و في أرض كربلاء كانت زينب سلام الله عليها تقف مع كل حدث هي بنفسها، وقفت على تلك الخيام التي تستعر، ووقفت على تلك الجثث التي كانت لأهل بيت النبوة ولأصحاب الحسين سلام الله عليه. يعني كل المواقف كانت تقفها أو تقفها. ومن ضمن هذه المواقف كانت تحاكي الحسين دائما في كل ليلة، تجلس مع الحسين، وهذه الجلسات كانت عبارة عن مناقشة، يعني لها من الهيبة ما جعلت الحسين سلام الله عليه يجلس مع تلك المرأة مع عظمة الصبر، مع عظمة الجهاد، ويتحدث لها عن ما يحدث وعن كل شيء سوف يطرأ عليه، وكانت تشاركه الأمر، وإلى أن شاركته التضحية. لكنها في اليوم العاشر بقيت وحيدة. يقولون الرواة وقد عبروا عن صور متعددة لزينب عليها السلام في تلك الحادثة، إلا أن من هذه الصور هنالك صورة مأساوية. يقول حميد بن مسلم، يقول أنا كنت أنظر إلى خيمة الحسين سلام الله عليه وإذا بالنار تستعر بها المخيم بأكمله، النار تشتعل به. يقول وإذا بامرأة، يقول أنا أجيت انتقلت إلى هذه الامرأة، يقول تقربت منها، يقول وجدت النار تستعر في ثوبها، قلت لها أمت الله إن النار تستغر في ثوبك. يقول ما نظرت لي، ثم بعد ذلك ما انتبهت علي. يقول بعد ذلك نبهتها مرة ثانية، يقول أنا أعلم أنها عقيلة الطالبين، عقيلة الطالبين بنت علي بن أبي طالب، زينب بن الكبرى.
يقول قلت لها أمة الله ثانية إن النار تستعر في ثوبك، يقول لم تنظر إلي. ثم بعد ذلك قلت لها ثالثة أمة الله إن النار تستغر في ثوبك. نظرت إلي قالت يا هذا أغلم، ولكن ألا تنظر إلى غليل لنا في الخيمة. يقول كانت تسحب شاب من داخل الخيمة، يقول نظرت وإذا به علي بن الحسين سلام الله عليه. لكنها بعد أن أخذت العيال، بعد أن أفرغت النساء، بعد أن وضعت جميع الأطفال في مكان واحد، يقولون في ليلة الحادي عشر هدأت الأصوات، سكنت الأنفاس من كل الأطراف، وإذا بها تنتقل إلى جانب المعركة، تسير لوحدها في جوف الليل، تدخل بين تلك الجثث الهامدة التي ليس عليها إلا ذلك العبق، عبق الدماء التي سارت من نحورهم. تقول الرواية وإذا بها تبحث عن جسد الحسين، عن جسد المولى. يا بو يا غلي اللي الهود، كأنما تناشد أباها أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا بو يا غلي اللي الهود، وانا حرمة وغريبة ومالي يا حمد، المن بغد هالقلب يضمى يا دب الحسين، وهالغندي مدى يا دوب والدي الغباس ما رد خلصا، وهلي الله يا أحد يا بإن قلت بويا يشتموني، وإن قلت خويا يضربوني، ومن الضرب ورما نمتوني، ومن البجا غمي أنا عيوني، أنا ما شوف درب يا ضوى الغين، لغباس يبرالي ولا حسين. فعلا لا يوجد الغباس، لا يوجد الحسين لوحدها، امرأة غريبة لوحدها. بقى غنديش بغد ظل يا الليالي، بيت وصفة من الزلم خالي خالي، الوادم قبل تطلب انوالي، بجال اخوتي والراس غالي، ما حسبت بذوك التالي، يا يذبني ويا خل الدم بغد. عندها شيء يقولون في جوف الليل في تلك الصحراء، وإذا بها تريد الذهاب إلى أبي الفضل العباس، إلى جسد العباس، كافلها. يا نجيتك بهدوة الليل، بهدوة الليل اشرب دمغ واقبغ بالغويل، تميل الرزايا من ماميل،
وتغثر يا خويا بين المجاتيل يا غباس يا حامي الضغينة بالله يا ضرغام يا ليث الغرينة سبغين ألف متواردين رماه بسهام وانبت بغينا وراسه بغمد ومفاضخين. أين الكفيل سيدتي؟ أين أبو الفضل الغباس؟ تقول له يا غباس من انت اللي جبتني وبيدك يا خويا رجبتني. يا غباس اقل نومك يا خويا مو محل رايح الغباس جغدم بعد شو تسوين ها ورجغ جفوف لغد زندم اقعد يا اخو زينب ترى يا نايب شد دم او هذا زينب اللي يحجون اغني اغني سليت المصايب ما نزلان على عيوني وغمني بالله ميت ميت قبل كربلة ميت غسني يا نازل نبي كربلاء هل عندكم خبر بقتلانا؟ اللهم احفظ لنا يا الله، احفظنا يا الله، توج أبناءنا في كل بقاع الأرض، في كل مهامهم، في كل أراضيهم التي يدافعون عنها بالنصر الأكيد يا الله. اللهم خيب أعداءهم يا أرحم الراحمين. اللهم شافي مرضانا جرحانا فك أسرانا يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. الأخوة الحاضرون، الأخوة المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم بأحسن قبولك يا الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، موت الحاضرين، إلى شهدائنا علمائنا، رحم الله من أهدى لهم ثواب سورة الفاتحة المباركة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.